بعد تسلمها الارض المخصصه من مجلس المدينه بدات المؤسسه العامه للاسكان بطرطوس بتنفيذ المرحله الثانيه من مشروع السكن الشبابي في عقده الشيخ سعد على المدخل الشمالي للمدينه بدات الشركات بالعمل وقامت بصب القواعد حصائر وحاليا عم تطلع بالجدران وبعض منهم يعني راح يبدا بالاسقف وعلى مساحه 41 الف متر مربع تضم 20 كتله وان شاء الله العمل مستمر ونحن كمان في لسه كم عده مناقصات لاستكمال 2400 شقه الالتزام المؤسسي مع المكتتبين على مشروع سكن الشباب. نحن الشريك العام للمشاريع المائيه المائي تعاقدنا مع المؤسسه العامه للاسكان لبناء ثلاث قتال برجي بمعدل 16 طابق لكل برج مساحه طابقيه 770 متر مربع. ويسير العمل بهذه المرحله بوتيره عاليه لتعويض فتره التوقف وانجاز الوحدات السكنيه بالوقت المحدد. تقوم الشركات الإنشائية العامة بتنفيذ المحاضر وفق العقود الموقعة مع المؤسسة العامة للإسكان متابعة أجهزة الإشراف هون بشكل دائم لاستلام أعمال الحديد أعمال الصب أول بأول المدة العقدية إن شاء الله خلال ثلاث سنوات طبعا حسب تسيرات الظروف نسبة العمل بحدود 16.1% نسبة التنفيذ وفي ورشات موجودة والعمل مستمر وإن شاء الله بنوعد المكتتبين أنه خلال المدة العقدية نكون مسلمين يعني هلا في سنتين وفي سنتين السنوات حسب عدد الابراج الموجوده في كل عقد وان شاء الله يكون مسير العمل جيد يعني ياتي تنفيذ هذا المشروع استكمالا لعمل المؤسسه بعد الانتهاء من تسليم الوحدات السكنيه في المرحله الاولى التي بدات في ضاحيه الباسل لتامين السكن للمكتتبين وفق ما هو مخطط محمد حسن الاخباريه السورية طرطوس